موجة صباح على راديو ميد. اليوم معايا مدام سعيدة سيد، متفقدة عامة مميزة للدراسة وعضو مجلس إدارة مركز التنمية المجتمعية والتمكين، باش نحكي بها على نشاط المنظمة هذية وعلى واش نعرفوها أكثر للمستمعين. عسلامة مدام. عسلامة، مرحبا. عايشك. الو، احنا اليوم لهنا باش نقدموا مشروع، مشروع عنوانه فورمينغ ريسبونسابل سيتيزنز، تكوين المواطنين مسؤولين. المشروع مدعوم من الاتحاد من اجل المتوسط، هو موجه لثلاثة بلدان، تونس ويمثلها مركز التنمية المجتمعية. معناتها انتم الهدف نتاع المنظمه هذيا هو معناتها فورمي دي ريسبونسابل، دي سيتويان ريسبونسابل. شكون هم لي سيتويان اللي موجهه ليهم بالضبط؟ الشريحه العمريه. اي الوغ، تونس قلنا يمثل المشروع هذايا مركز التنميه المجتمعيه والتمكين، الاردن المركز الاردني للتربيه المدنيه، والمغرب المركز المغربي للتربيه المدنيه. ينفذ المشروع في تونس الآن بشراكة مع وزارة التربية. الأهداف المركز، الأهداف العامة هو التنمية البشرية، يعني تكوين مواطنين قادرين على تحمل المسؤولية، على التعويل على الذات، وينحاز المركز شوية للطبقة الهشة وللعاطلين عن العمل من ذوي الشهادة العليا. حاجة مهمة ياسر، نعرفوا التنمية البشرية توا ولات حديث الساعة، خاطر تغير الإنسان مهما كان شنية مستواه الدراسي أو مستواه الاجتماعي أو التعليمي أو غيره، تغيروا فجأة. يعني أبود يعملوا دي فورماسيون تاع دو سمان، تخوا سمان، ماكسيموم أموا، معناتها تلقى تغير كامل، خاطر فما نقاط إيجابية في الإنسان نجم نكونوا ما نكتشفوهاش وإحنا في سن معينة ولا في عمر معين ولا نعديو بمرحلة صعيبة من حياتنا. معناتها كي يجيونا مدربين نجموا نتبدلوا بين ليلى وضحاها. يعني مشروعنا اليوم هو اللي باش نقدموه هو جانب من من ما يقوم به مركز التنمية المجتمعية والتمكين. انطلق مشروعنا في جوان 2015 ويتكون من ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول كما قلنا المواطنة المسؤولة. المحور الثاني ثقافة اللاعنف، إرساء ثقافة اللاعنف ومقاومة الإرهاب. والمحور الثالث المساواة بين الجنسين، لابروش جانغ. ينفذ الآن في نابل وفي ولاية نابل وفي ولاية سليانة. خذينا زوز مؤسسات تربوية من كل مندوبية جهوية، وداخل المؤسسات التربوية ذيك أرسينا نوادن تعنى بل ثلاثة محاور هذوما. بالطبيعة النوادي ليست مغلقة على نفسها باعتبار أن المؤسسة التربوية لازمها تكون منفتحة على محيطها. النوادي تنشط مع المجتمع المدني، مع المؤسسات الخاصة أكيد، بالشراكة مع الجمعيات إلى غير ذلك، حتى أولياء التلاميذ، حتى تكون المشاريع نتناولوها من مقاربة تشاركية. واضح. فوالا، يعني انتم توا المشروع نتاعكم قاعدين توجهوا فيه للمؤسسات التربويه، نجم نقولوا للتلامذه بصفه خاصه؟ اكيد التلميذ هو محور العمليه التربويه. صحيح. نحن ننطلق من التلميذ ونعمل مع التلميذ، وهو الذي يقوم بكل ما يساعد على تحقيق الأهداف. وبالطبيعة السيدات الأساتذة اليوم اللي هما منشطين النوادي هذه حاضرين تو يعطيونا أكثر تفاصيل عما يدور داخل هذه النوادي. واضح. توا دونك ننتقلوا للسيدة إيناس بالرابح، الأستاذة اللغة الإنجليزية، باش تحكي لنا على النشاطات الكلوب اللي قاعدة ترقص فيه هي. عسلامة، عايشك، ميرسي على التقديم تاعك. مي بون، انا قبل ما نحكي على نادي نتاعي اللي باش نخلي صحابي الزملاء الاخرين اللي باش يخدموا فيه باش يقدموه، انا باش نحكي على الليسي نتاعنا وعلاش تم الاختيار نتاعو، على خاطر ما جاش من فراغ. معناها هو معهد 2 مارس في قربه، جو دي بيان معهد 2 مارس مش معهد قربه، خاطر عندنا زوز معاهد في قربه. معهد 2 مارس خاطر هو توت فاسون معهد جديد، تكون عام 2011 وبدا يخدم، معناها عنده جوج 7 سنين تويك اكا هو.
بدا يخدم حسب رغم الانجازات نتاعو رغم اللي هو عمره صغير معناها كاليسي وحتى الافكتيف اللي فيه ماهوش كبير برشا. دايوغ جبت لكم ارقام اليوم في 937 تلميذ في 600 طفله وفيه 300 وشويه ذكور. دونك رغم ذلك هو صغير الاستاذ نتاعو مش برشا 78 استاذ اداريين اربعه دي سورفيون خمسه عمله خمسه قايمه عامه واحده. رغم اللي هو اك شفتوا تلمذه شويه الاستاذ شويه يسميه معناها بارابور ا دوتر ليسي اما راهو قاعد يخدم في خدمه انكرويابل قاعد يعمل في بالشراكه مع مركز التنميه المجتمعيه والتمكين قاعدين تعملوا في ليزاكتيفيتي هذوما للتلامذه للتلامذه اللي موجودين في ليسي 2 مارس بقربه. جوستومون هاني جيت يعني لا الشراكه هذه جاتنا غيان كو خاطر الخدمه نتاعنا فرضتنا احنا مش هما يختارونا خاطر احنا عملنا برشا جوائز عملنا برشا مسابقات نشطنا وحدنا بمجهود ملول بالكل بدا فردي اساتذه وتلامذه اكا هوا دايغ نشكرهم صحابي ونسلم عليهم الناس الكل. اما بداوا خدينا مثلا بطوله وطنيه عام ناول في كره القدم عندنا مسابقات وطنيه في برمجه الالعاب عام 2016 استاذ رياضيات نشط وربحنا احنا الجائزه الاولانيه على المستوى الوطني. عندنا برشا مشاركات في الكنيبر ما نعرفش مدام سعيده تعرف خير مني المسابقات هذه مسابقه في التجديد البيداغوجي وربحنا قداش من مره. دايوغ هذه زميلتي معايا ربحت مرتين زملاء اخرين ربحوا مرتين انا شاركت مره ما ربحتش مالغوزمون يلا غالب جيتكم دايوغ هنا في وقت اللي شاركت فيها الحكايه هذه. كيف كيف عندنا برشا حاجات عندنا رحلات ميدانيه عندنا زيارات ميدانيه عندنا مسابقات برشا نشاطات ويتعداو ان ابيرسيو انا جيت لهنا باش ما عادش يتعداو ان ابيرسيو. دايوغ الاختيار نتاعنا في شو اسمه في دليل على نجاح النشاط نتاعكم فوالا اختارونا بالخير دليل على نشاط نجاح النشاطات نتاعكم مركز التنميه المجتمعيه والتمكين اختاركم باش تكونوا باش يقوم بتغطيه نشاطاتكم سواء كانت الماديه او المعنويه او في الاطارات وغيرها هكا والا لا؟ اكيد انا نرجع احنا تم الاختيار قلنا انطلق المشروع من جوان 2015 وتم اختيار معهد 2 مارس قربة ومعهد بني خليت على أساس درجة انخراط الأساتذة والإطار التربوي العامل فيه والأنشطة اللي يقوموا بها والحركية داخل المؤسسة. والله احنا نفرحوا ياسر بالحق كي تنلقاو أساتذة مراقبين تلامذتهم يرفعوا لهم خاطر يجي نقول لك النشاطات هذيا في عمر صغير حتى تخلي التلميذ ينفتحها للمجتمع وعلى المستقبل نتاعو في عمر صغير في عمر معين عمر المراهقه نعرفوا اللي هو عمر صعيب يتعدى بكل شاب ولا شابه يعني كي الاستاذ ياثر تلميذه يخلي الطاقات الايجابيه اللي عنده الكل يوظفها في حاجات باهيه ومفيده مع سافي دو بيان كمان سي سا وانا سبق جيتك لهنا بوغ باسي لو ميساج راهو ديما يقولوا التعليم العمومي فيه مشاكل السيده ما مش قاعدين كما العاده ما عادش كما قبل يا حسره على فخر بكري سي با سا رانا مازلنا نخدموا والليسي نتاعنا هو اكبر دليل رانا عندنا معناها فريمون ان نوايو دور على الاخر الاستاذ نتاعنا يخدموا تلمذتنا يعرفونا ويعرفونا شنو قاعدين نخدموا التعليم العمومي مازال ومازلنا هنا ومازلنا نعطيه وان شاء الله باش نزيدوا الحمد لله فوالا توا نخليكم مع اد شيرن سينغ وباش نرجعوا نحكيو مع للا فاطمه تميمي استاذه لغه انجليزيه باش تحكي لنا زاده عن النشاطات نتاع الكلوب نتاعها. موجه الصباح على راديو ماد العشرة واثنين وثلاثين دقيقة هكا وصلنا في موجة الصباح على راديو ميد توا باش نكملوا نحكيو في نفس الموضوع نتاع قبيلة النشاطات نتاع الأساتذة في لي كلوب هذوما اللي قاعدين يقدموا فيهم لتلامذتهم في وسط ليسي مركز 2 مارس قربة بتعاون مع مركز التنمية المجتمعية والتمكين. توا معايا لفاطمة التميمي أستاذ لغة إنجليزية باش تحكينا على الكلوب نتاعها هي ماي فويس. أوكي مرحبا بكم الناس الكل. أوكي يس أي لايك أوكي ليسي نتاعنا هي ماي فويس انجليزيه بار اكسلونس هير ماي فويس اسمعوا صوتي. طبعا الليسي هذا الاطار في ليسي دو مارس قربه الاطار اللي يكون في ليسي هذا احنا ثلاثه اساتذه انا الكوردينيتور المنسق نتاع الكلاب معانا مدام الهام دلهم زاده هي عضو اللجنه رئيسه اللجنه اللي موجوده في النادي وعندنا سي وائل شوشان اللي هو الاستاذ اعلاميه المكلف بالشؤون الاعلاميه في النادي. باهي احنا اسمنا الليسي هير ماي فويس اسمعوا صوتي معناها الشباب
اللي هي الفئة الشابة اللي تتكون التلمذية نحبها توصل صوتها باش يسمعوا صوتها. ديما الشباب يتشكوا انه احنا صوتنا مش مسموع، فكيفاش باش يوصلوا صوتهم؟ هذا من خلال النادي. هذا النادينا البروجي متاعو عنده اهداف معينة. مازلنا في موضوع المواطنة المسؤولة اللي هو احد اهداف الرئيسية متاع النادي، تعزيز روح المواطنة المسؤولة وترسيخها لدى التلاميذ وتوعيتهم وربط الصلة ما بين التلميذ وما بين محيطه الخارجي، يعني مش فقط في اطار المعهد، لا باش تنعكس على المحيط الخارجي وخصوصا في مدينة قربة وولاية نابل، وبالإضافة إلى خلق جيل واعي، جيل قائد ما يسمى بالفيوتشر ليدرز. نحبوا أن نخلقوا تلامذتنا باش يكونوا قادة حقيقيين في المستقبل إن شاء الله. خضر بالحق، فما تلامذة ساعات تلقى عندهم إمكانيات، تلقى عندهم أفكار، تلقى عندهم تلقاهم ناشطين، عندهم نشاط بزيد نسميوها احنا بتتخ الليبر أكتيفيتي. ساعات هي تنجم تكون حاجة سيئة في الطفولة ولا تقلق شوية لبارون ولا المحيطين بالطفل هذاك، أما بعد في مرحلة متقدمة وقت اللي التلميذ يصير له تأثير خاصة يوجه عند الإطار التربوي اللي موجود، نلقاو حاجة أخرى اللي هي اللي قلت اللي حكينا فيها توا الفيوتشر ليدرز. فوالا، فتلامذتنا هذا اللي اكتشفناه أنه فعلا التلامذة عندهم طاقات خلاقة كبيرة لكن مش مستغلة، فهذا النادي هي فرصة للتلامذة باش يستغلوا طاقاتهم. احنا كيما حكينا في اللول، حكيت زميلتي في اللول أنه اللي سيدو مارسيسي جديد ولكن برشا نقائص فيه، يعاني من برشا احتياجات. من الاحتياجات هذه المناطق الخضراء مش موجودة، عدم وجود أشجار، إذاعة مدرسية تلمذية ما عندناش، برشا نقائص. فأهداف النادي أنه نحاول نكملوا اللي يصير، نخلقوا هذه الحركية فيه ونعملوا الإذاعة المدرسية، نشجروا اللي يصير وديجا بدينا احنا فيها. برافو. فأعملنا برشا اكتيفيتيز، برشا نشاطات عملنا فيها. الهدف منها تعرف أنت أي مشروع يحتاج تمويل وهذا احد ال ال العوائق، المشاكل نتاع المشاريع. فاحنا كيفاش باش تكون عمليه التمويل؟ انه نقوم بانشطه. من هذه الانشطه مثلا اللي عملناها عرضنا فيلم في رمضان، طبعا في 14 جوان عرضنا فيلم والتلامذه صمموا التيكتس التذاكر. طبعا كل تذكره بثلاث دنانير، 3000، وكان الاقبال شديد. طبعا في ليلة من ليالي رمضان عرضنا الفيلم وكان الإقبال شديد. تلامذة تلامذة وأولياء الأمور ومواطنين عاديين الكل جاوا حضروا الفيلم. فجمعنا فلوس، طبعا ديما نتفقوا في إطار الشفافية. احنا عاملين جروب فيسبوك مع التلامذة، يعني قد جمعنا حكينا مع التلامذة شكون مسؤول عن الفلوس، الفلوس هذه فين تصرف، ديجا مشينا كونتاكتينا ايديال بلانت نحب نوجه لها شكر اللي هنا اللي عاونتنا ونقصت لنا اكثر من 50% في سوم كل شجره، فهمت، باش نزرعوا احنا اللي سي نتاعنا. حاجه باهيه هذيا كي نسمعوا حاجه حسينا فعلا لازم يصير فما تفاعل مع عند المواطن العادي مع عند المؤسسات العاديين باش يفرحوا تلامذتهم ويعطيوهم فرصه انه يثبتوا قدراتهم وينميوا ذكائهم ونشاطاتهم بطبيعه بتاثير الاساتذه نتاعهم. اها، مجموعه اخرى زاد من التلامذه قاموا في قبل رمضان جمعوا هما ما بيناتهم مواد غذائيه ووزعوها على العوائل المعوزه اللي هما يعرفوهم في الحوام نتاعهم. أيه. هذه كزادة حاجة يشكرون عليها. حاجة أخرى ساهمت تلامذة معهد هير تلامذة سوري هير ماي فويس هير ماي فويس ساهموا في تنظيف المعهد وتحضيره لامتحانات البكالوريا، تنظيف الصالات، وقاموا بتلصيق سمايليز ايموتيكنز ستيكرز على طول الكور نتاع الليسي وفي الصالات باش تلميذ البكالوريا كيف يجي يعدي في بيئه مريحه وفي تعرف انت يجي وتلامذه خايفين وستريسي برشا فيحاولوا ان ينقصوا عليهم الستريس هذيا. طبعا عندنا زاده الاهداف اخرى اللي موجوده في النادي باش نحققوها ان شاء الله في المستقبل القريب، وهذه الأهداف لا يمكن أنه تتم إلا بمساعدة المجتمع المحلي، يعني قدمونا يد العون.
مثلا كما ذكرت قبيلي كأنبتة المثالية ساهموا معنا في عملية التشجير. نحبوا زيادة احنا خصوصا الجمعيات المحلية، المجتمع المحلي المدني تاع مدينة قربة. ماذا بينا احنا في الراديو بار اكزامبل كي استدعينيكم معنا راهو مش من لا شيء، معناتها لي جون توا انا قريت معناتها في الليسي، خويا يقرا، ولدي باش يقرا، اختي تقرا، اللي تسمعوا فينا الكل كلنا اطفالنا وصغارنا واخواتنا يقراوا في الليسيات، والكلنا زيدا اكيد اذا كان مش واحد مش اثنين نلقاو في عائلتنا شباب ممتاز، شباب عنده طاقه كبيره ينجم يوظفها في 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 نشاطات ايجابيه تفيد وتفيد المحيطين به وتفيد هو في حد ذاته في تنميه شخصيته وفي تطويرها وتقدم نحو الافضل. باش نكمل معاك لفاطمه تميمي وباش يلتحق بينا زيدا زملائك الاخرين، ما يقبل يظهر لي حاجه تهمكم برشا انتم نسيت بيسكو هي قاعده نسائيه بحتة قدركم سحرورة، حاجة تهمكم ياسر نشوف وقفتك اش هزت مع وليد الجبيلي وباش نرجعوا نواصلوا في نفس الحديث. في زد وصلنا للعشرة وتسعة واربعين دقيقة باش نكملوا نحكي ومع البثينة خميري بعد شوية تبع عندها نادي تونس للسلم، أما توا باش نكملوا نحكي معك فوالا مع مدام فاطمة تميمي باش تحكي لنا على Hear Your Voice. هكا Hear My Voice. Hear My Voice. أوكي. احنا كيف نقولوا forming responsible citizens، تكوين مواطنين مسؤولين، معناها لازم يكون داخل العمل التطوعي. فاحنا عملنا ورشة عمل استدعينا فيها الجمعية المحلية لرعاية المعاقين في قربة، واستدعينا فيها زيدة جمعية نجوم المسرح تحدي المسرح لحاملي الإعاقة، وقدموا ورشة عمل ندوة تتحدث عن فائدة العمل التطوعي، ما هي العمل التطوعي، تشجيع التلاميذ على أنهم ينخرطوا في العمل التطوعي، وفي الأخر وقعنا معهم عقد شراكة وتعاون انه باش فما تلامذة من عندنا شي يدخلوا مع الجمعيه هذه كمتطوعين ان شاء الله في الصيف، وفي نفس الوقت باش يدخلوا في جمعيه نجوم المسرح باش يمثلوا. وحاجه اخرى زيدة تلامذة باش يزينوا المعهد عملوا رسكله لحاويات الاوساخ، يعني هما جابوا اكل بوبيلات نتاع الدهن وقاموا ودهنوها وحطوا عليها اللوجو نتاع النادي وباش يزينوها في المعهد ان شاء الله. يعني فوق هذا الكل هي تحسين المعهد باش يرجع على التلميذ، انه التلميذ باش يقرا في بيئه مريحه، يعني باش يتحسن مستواه الدراسي، باش يحس روحه هو انسان ناشط وفاعل. هي اصلا النشاطات هذه عندها خلفيات اخرى تصير في اللاوعي نتاع الانسان، معناتها نتاع التلميذ خاصه. يتعود عليها. يتعود عليها، نلقاه في المستقبل اللي هو فيوتشر ليدرز. بالحق نلقاهم في المستقبل عبيد ناجحين قياديين في الـ في الـ في المؤسسات اللي يخدموا فيها. وبين العبيد اللي محاطين بهم كمان معاك. شكرا. شكرا جزيلا لكم. شكرا ليك لفاطمة على حضورك معنا. توا ديجا نكملوا مع البثينة خمير اللي عندها الريسبونسابل نتاع نادي تونس للسلم في نفس اللي سيتني مارس قربة. مرحبا. عايشك. مرحبا بيك. صباح الخير الناس الكل. بالحق كما كنت تحكي انا مثل نادي تونس للسلم واسمه أكبر من حتى أكبر من الكلمات اللي في معنى الحروف، ما هي كلمة ياسر عميقة. أنا نشط النادي هذا مع زميلي لطفي كريم في المعهد مع فلة من تلامذة اللي يحبوا يعبروا عن حبهم للكلمة هذه اللي هي سلم. فما عنا أهداف، فما أهداف بعيدة المدى اللي هي أنه نخلقوا ناس يحترموا القوانين والدساتير ويحترموا حق الإنسان أنه يعيش في سلام، وفما كما نقول أهداف قريبة المدى اللي هي تلتقي بفكرة المواطن المسؤول، يعني كيفاش ينجم يتصرف بطريقة يكون فيها بعيدة على العنف، بعيدة على الاعتداء على الآخر بأي شكل من الأشكال. والأنشطنا كانت تصب في يعني تلتقي في نهاية الأمر مع زميلاتي على أساس أنه قمنا بحملات نظافة خطر عندها يعني نفس الأهداف. يعني كلها احنا باش نلتقيو في نقطة معينة اللي هي خلق مواطن مسؤول على صغر سنه، على اختلاف مستواه الدراسي، ولا على اختلاف شكله، ولا على أي نوع من الاختلافات، يكون في إطار واحد وهو أنه يكون إنسان مسؤول ويساهم في خلق بيئة مريحة وفيها السلم اللي يعيش فيه. عملنا حملات نظافة، عملنا خلينا مكان من معهد هكا نظموه تلامذة
وزرعوا فيه ازهور. فماش مكتبه صغيره في المعهد. بالضبط هذاك هو باش انطلقنا نحن دايما في يعني حمله في انشاء تبرع كتب. عندنا مكتبه صغيره وما تفيش بالغرض معناها حتى الفضاء تصير على القراءه بالضبط والمطالعه. بالضبط هذاك هو يعني احنا باش نعملوا ساعه حمله تبرع للكتب، على الاقل نعملوا رصيد باهي للكتب لتلامذه. وعملوا تلامذه فتقوا موهبهم في كتابه شعارات ضد العنف ضد الارهاب، زاد اللي هي كلمه ولات تخوفنا حتى مجرد ان نسمعوها برك الواحد لحمه والله صدقني نفس الاحساس بالحق. معناتها حاجه مهمه ياسر، حاجه تفرح ياسر حتى المستمعين يسمعوا فينا توا. اكيد اللي فما ناس مهتمه برشا بانهم وتجيل افكارهم واذهانتهم انهم هما يخلقوا من الشباب الصغير، خاطر هذاك هو مستقبلنا، هذاك مستقبل تونس. يخلقوا منه شباب واعي ومسؤول ويقدم الاضافه لبلاده يحارب هالظواهر هذوما كلهم السلبيه وهذا كما يكون راهو كان بالحوار. بالحوار انه تخلق معناها عادات الحوار بين التلامذه، انه زاد التلميذ يستكشف زاد في مكتسباته في مرجعياته. مثلا احنا عملنا حلقات نتاع بحث في مثلا البحث في القرآن، البحث في الأحاديث النبوية، في التراث القديم، شعر ولا نثر ولا خطب قديمة، ما يدعو للسلم. وانه زاد حتى احنا زاد في مرجعياتنا عملنا لكنا ناس ارهابيين ولا عملنا كنا ناس عنيفين كما يروج معناها في بعض البلدان انه الاسلام يساوي ارهاب. مستحيل. وتلامذة تاكدوا مني في تونس مثلا عملوا بحوث على المعالم المسيحيه واليهوديه في تونس موجوده، والناس تعيش مختلف دياناتهم في ارضنا، ونجم يكون حتى جارك معناها بلون اخر ولا معتقد اخر وتعيش معاه في سلام. خرجوا للشارع عملوا ريبورتاج معناها حبينا بعفويه نرصدوا كيفاش الناس شنو تقول للارهابي. وفي نهايه الامر انه المشاريع هذه كلها في مشروع كبير اللي هو خلق المواطن المسؤول في شكلها الصغير هذه اللي هو التلميذ. فوالا يعطيك الصحة مدام. عنا زاد زملائك أخرين باش نكملوا نحكيو على عندهم زاد دي كلوب أخرين. نحب نكمل دقيقة بربي حيت التمويل لك أهو باش نحكيو على التمويل بالحق، خاطر حاجة مهمة أصلا. المستمعين اللي يسمعوا فينا توا قاعدين يشوفوا اللي النشاطات هذيا راهي ما تنجمش تكون معناتها بلاش حتى شيء ومن لا شيء، ما أكيد أنه يلزمها تمويل. وأكيد زاد فما شكون يسمع فينا ومهتم بالموضوع هذايا وحاضر ومستعد انه يعاون في التمويل نتاع لي كلوب هذوما وفي نتاع المركز هذا. تفضل. الوغ عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون هذيا. انا جو سوي اوغوز الساعه اللي حدانا مدام سعيده ديجا. جي ديكوفير اون ال اون فام اكسبسيونيل بالحق، مش خاطر هي بجنبي تويكا، مي تبارك الله عليها، وان شاء الله احنا اون فا بخوندغ سون شومان ونكملوا في التاريخ هذايا. حاجه ثانيه جوست ان بوتي مو، راهو انا جو كونسوا لونسينيومون حاجه تري ساكري. دونك لونسينيون بور موا سي با معناتها اللي قاعدين تو نشوفوا فيهم والحكايات اللي ديما نسمعوا فيهم، راهو لونسينيون سي كيلكو شوز دو ساكري بور موا، حتى التلميذ اي لا ريلاسيون الي ترو ايتروات. فوالا دونك انا جو في ريبريزونتي لو كلوب نتاعنا اللي هو كلوب فام بور لو شونجمون. دونك معايا مدام انيس بالرابح، صديقتي مدام اكرام شنغل وسي جمال. دونك اون فورم. دونك شنو هما لي زاكتيفيتي اون فيت اللي تعملوهم فور دونك لو كلوب هذايا؟ فوالا دونك فام بور لو شونجمون. فام بور شونجمون. فوالا دونك بور لو شونجمون. فوالا لو تيم سي لابروش دو جونغ. دونك في الكلوب هذايا عندنا 12 بنيه وتسعه اولاد، والوبجيكتيف نتاعنا سي ايكيبي اون سال ديجا في الليسي كي مونك اللي هي لا سال انفيرمري. دونك يا اون سال ابوندوني في الليسي باردون. دونك اون فا ليكيبي بار لي ترافو دي زيليف بار لي مويان زاد دي زيليف، كل شيء باس بار ليليف. اون بلوس اون فا كريي ان تياتر، دونك خذينا كوان في الجاردان نتاع الليسي اي اون فا كونستروير ان بتي تياتر pour les activités des élèves. Voilà, donc, pour faire tout ça, donc, normalement, on a dû passer par plusieurs activités. Parmi les activités, amène une journée traditionnelle, de l'habit traditionnel. Donc, c'était fait également par des travaux purement des élèves, avec des tableaux de peinture. Même les élèves, حضروا ماكلة وباعوها في الشو هذاك باش لمينا فلوس باش شرينا بيه معناتها حاجة اللي أنا فرحة بها برشا اللي هو الكرسي للسال نتاع الانفيرمري. وكيما
قلت للبنات نهار تالي شرينا الكرسي اون ديغي شنو شرينا دونك سيتي لا سوم اللي احنا لميناها الكل سيتي اترافيغ الماكله اللي تباعت حضروها التلامذه في الديار نتاعهم وجابوا باعوها دونك اون في ان بوفي سيتي اكسترا اوردينير بالحق دونك لاكتيفيتي الثانيه عملنا دي شو دونك دي دانس دي شانسون اكسترا كيف كيف زاد تدخل بالفلوس باش نلموا هكا يكونوا نشاطات معناتها يقدموهم التلامذه باش يربحوا بهم فلوس وهما ما وينجموا يمولوا نشاطات الاخرين فوالا سي كري معناتها دي زيليف سيتويان فوالا ابعاد انهم يكونوا دي سيتويان ريسبونسابل في المستقبل باش نكملوا نحكيوا معاكم ان شاء الله بعد الاخبار. 11:09 دقائق رجعنا لكم مستمعينا وين ما كان يوصلكم صوتنا باش نكملوا توا في موجة الصباح من توا حتى نصف النهار. نذكركم اللي عندنا كادو للربح من عند سيريان بيوتي سنتر. الكادو هذايا بقيمة 200 دينار وانتم تنجموا تربحوه كي تشاركوا معنا وتطلبونا على 72 328 500. تطلبونا وتجيبوا على الأسئلة والإجابات اللي ديجا اطرحناهم وجيبوا عليهم ليزانفيتي نتاعنا في الروبريك الأولى الاختبار. توا كنا ديجا قبل الأخبار نحكيو مع سيدة ويام بحري استاذ فرنسيه حكيت لنا على الكلوب نتاعهم فام بور شانجمون بور لو شانجمون فوالا على الكلوب نتاع فام بور لو شانجمون في ليسي قربه وباش نكملوا توا نحكيو مع ويام بحري مع اكرام شنجل سامحني كنا مع ويام بحري توا باش نكملوا نحكيو مع اكرام شنجل استاذه فرنسيه بنفس المعهد 2 مارس بقربه. يعطيكم الصحه مرحبا. انا فرحانه برشا اللي جيت مع زملائي ان فيت لهنا بور لا بروميير فوا وفي الحقيقه هما زملائي لكن اوني بلو بروش كو دي زامي معناها اون سو كونسيدير اصل دي سور مع بعضنا. انتم لو فيت عملتوا لي كلوب هذوما مع بعضكم ومعناتها شاركتوا في النشاطات هذيا اكيد اني تربطكم علاقه اكثر من الزماله وهذاك اللي خلينا نقدموا في المشروع نتاعنا. تقدموا تكسبوا دي بري تنجحوا تشاركوا في مسابقات وطنيه وعالميه في لي كلوب ديجا موجودين معناتها يقوموا بنشاطات مهمه ياسر حاجه باهيه لوليداتنا ولصغيراتنا. انا مش نكمل اللي قالتلو مدام ويام على لي زوبجيكتيف اللي ديجا حكيت عليهم بور لو تياتر و بور لا سال دانفيرموري اللي باش نعملوها في الليسي ومعناها احنا كي حضرنا السال وخذينا الكرسي وكل اونوري معناها قبلها عندنا برشا انجازات عملناهم مشينا الحمايه المدنيه عملنا دي فيزيت افيك لي زيليف هزيناهم و سيتي دون لو كادر باش نعلموهم الاسعافات الاوليه حاجات تصلح لنا بالكدا من بعد في المعهد. زاد مشينا الاداره الجهويه للصحه وحكينا معاهم زاد كان لقاء بالكدا باش يعاونونا في ليكيبمون نتاع الانفيرموري. entre les autres زاد الانشطه اللي عملناهم عملنا ان ماتش دو فوت مع البنيات اللي معانا هو سيتي معناها جوست على سويت الليسي ناخذ جايزه للاولاد ياخذ بطوله للاولاد دونك عملنا بتيتي معناها ايكيب نتاع بنات دونك معناها سايتي تري انيمي الماتش. بارك الله تقوموا برشا دي زاكتيفيتي وتاخذوا دي بري معناتها حاجه مهمه ياسر كما كنا نقولوا عليها قبل. توا عندكم مشكله وحيده اللي قاعدت لكم هي مشكله التمويل. هي مشكله التمويل واحنا كما حكيت مدام ويام توتالور زاده مشكله التمويل رانا ديما وحدنا احنا اون برون لا روليف ونحكيو مع تلامذتنا باش نمولوا مشروعنا وحدنا معناها بابسط الامكانيات كما قلت جونغ تعملوا افلام وتبيعوا تيكي وطيبوا حاجات تلامذه هما يحضروا اكلات وحدهم حتى حاجات بساط ويكتبوا البخي قدامه ومعناها في اطار الشفافيه الزيتي تري زونيت يحضروا معناها صندوق يحطوا فيه الفلوس من بعد مدام ها شنو حصلنا ها شنو نعملوا بهم معناها هما زيتي ريسبونسابل وحنا ديجا مشروعنا كل دي سيتويان ريسبونسابل في الاطار هذايا معناها نحبوا نغرسوا فيهم الصفه هذه اللي هي ديجا موجوده فينا احنا نحبوا نعديوها لتلامذتنا. واضح لكرام شنغل بربي حاجه اخرى جوست نحب نحكي على اون رونكونتر زاد جبنا دي ميديسان الليسي وسيتي على في دو موا دو رمضان وجبنا طبيبه جينيكولوج بور لي في اللي عندهم سؤالات وجبنا جينيراليست حكاو مع لي زيليف وزاد كان لقاء مهم برشا ومفيد برشا لتلامذتنا وفي الاطار هذاك زاد نهيئوا فيهم للانفيرموري نتاعنا. وي معناتها هو كل دون لو كادر تهيئة
لقيتهم الثقافة جنسية أو ثقافة أو تربية جنسية نجم نسميها توا خاطر توا الدنيا تبدلت سي با كوم افون معناتها تدخل مذتنا توا على دو 13 و 14 ans هذيا معناتها حسب المعهد الوطني الإحصاء في تونس قال اللي تلامذة أ partir de 13 ans يصير عندهم ثقافة جنسية واعية معناتها يصيروا واعيين دونك لازمهم أن بون انكادرومون من عند دي ميدسان و أ travers bien sûr les profs نتاعهم و pour être responsable بالطبيعة وبالانكادرومون نتاع les enseignants نتاعهم باش نكمل نحكي مع مدام سعيدة السيد اللي هي عضو مجلس إدارة مركز التنمية المجتمعية والتمكين واللي رافقت يظهر لي جل نشاطات لي كلوب هذوما اللي صاروا في معهد 2 مارس في قربة. نعم هو الانطلاق كان منذ كنت مندوبة جهوية للتربية وتم الانطلاق وتويك أنا مواصلة معهم حاليا عضو مجلس إدارة مركز التنمية المجتمعية. اللي حبيت نقوله هو أنه بصفتي متفقدة والجانب البيداغوجي يهمني برشا وتحدثت مع السادة السيدات والسادة الأساتذة أنه هالأنشطة اللي قاعدين يقوموا بها الكل والمفيدة والهامة جدا لا يجب أن تتم بمعزل عن التعلمات يعني التلميذ أكيد باش يصنع الأكلات باش يزين الحيوت باش يتصل لكن في هذاك فما تعلمات لابد أن يكون يمارس فيها فهو في تحمل مسؤولية تجاه الذات وتجاه الآخر وتجاه المحيط وتجاه المجتمع وتجاه كل ما هو في المؤسسة التربوية هو باش يكتب سيبحث يدخل الانترنت يبحث يحرر مراسلات للمسؤولين هو يتفاعل مع الآخر وفي هذا قبول للآخر اللي احنا ما احوجنا الى هذا القبول وقبول الرأي الآخر واحترام الآخر اذا باش يكتب وباش يقرأ وباش يحسب وباش يخرج ويتواصل وهذا الكل يكون شخصية هذا الفرد اللي نحبوه مسؤول ونحبوه يتحمل إدارة الشأن العام في المستقبل فطفل اليوم وتلميذ اليوم هو كهل الغد هذا اللي نحبوا نوصلوا له دونك الاهداف نتاع المشروع ليست قائمة الذات بل هي في مقاربة إدماجية مع الأهداف التعلمات الخاصة بمختلف المواد الآن فما عربية وإنجليزية وفرنسية احنا ماذا بينا حتى بقية الأساتذة يكونوا واعين بالأنشطة اللي قاعدة تجري في النادي وكيف يدمجوا التعلمات بالمحاولة تحقيق الأهداف اللي قاعدين يحققوا فيها زملائهم في النوادي. والرسالة هذه راهي مش موجهة للمعهد هذا كهو على خاطر تبارك الله كما قاعدين نشوفوا فما نشاطات كبيرة قاعدة تصير في معهد 2 مارس بقربة، هذا الرسالة موجهة لكل المعاهد والمدارس والمؤسسات التربوية في كامل تراب الجمهورية في كامل تونس. واللي حبيت نقوله أنه أنا سعيدة برشا وفرحانة برشا وديجا قلت لهم يتهز لي المورال حاجة تفرح في الظروف هذه اللي احنا محبطين من الرداء اللي قاعدة تسود في المجتمع وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل المجالات انا وقت اللي نشوف اساتذة ومربين عندهم درجة الانخراط هذه عندهم الروح الوطنية هذه روح المسؤولية هذه عندهم العلاقة الجيدة والطيبة والحلوة برشا مع التلميذ فأكيد التلميذ لن ينتجئ الى العلم بالضبط. ولن يلتجئ إلى نبذ الآخر ونبذ الجنس خاصة البنت وإحنا عندنا محور كبير وديجا هما سماو نادي سماوها فام بور لو شانجمون قلت لهم قبلوش التلامذة الذكور أنهم ينخرطوا في النوادي هذه ألوغ كو هما ينجم يقول لك أنا فام بور لو شانجمون سي ديستيني أو فام أو في بوركوا موا لكن قالوا لي مدام راهم انخرطوا ما فما حتى فرق بين الذكر والأنثى وهذاك اللي نحبوا نوصلوا له. فوالا هكا نكونوا باش نختموا معاكم شرفتونا برشا بحضوركم لا فاطمة تميمي لا إيناس بالرابح لا بوثينة خمير ولا وئام بحري ولا كرام شنجل ولا سعيدة الصيد اللي هي عضو مجلس إدارة مركز التنمية المجتمعية والتمكين هذه المركز هذايا قام بتمويل بعض الأنشطة وبعض النوادي هذوما كما كنتوا تراو توا أساتذة قاعدين يقوموا بمجهود تطوعي بحت معناتها بدون مقابل قاعدين يقوموا بمحاولة
لإرساء ثقافة العمل التطوعي بينهم وفي وسط التلامذة باش ينتجريوهم في المجتمع المدني، يفورميو في المستقبل لتكوين الفيوتشر ليدرز في المستقبل متاعنا اللي هو الشباب تونس اللي باش نلقاوه في المستقبل شباب واعي، شاب ناجح متحمل المسؤولية. سعيدة برشا بمشاركتكم معايا وبحضوركم معايا. نذكروا زيدا اللي النشاطات هذه مستحقة التمويل، مستحقة الاهتمام من المجتمع المدني ومن المواطنين اللي في تونس، خاطر اللي يقراو هوني هما مستقبلنا، هما وليداتنا، هما صغيراتنا. دونك الكل من يسمع فينا توا وقادر انه يعاون حتى معناتها بقولوا احنا بسوم صغير ولا قاعد يعاون، يتصل يتصل بالنوادي هذه ويتصل بالاساتذه اللي في المعهد 2 مارس بقربة. ما عندي ما نختم معكم باكثر بغنيه ما اجمل من لطفي بوشنايق علمني، وهي بطلب من السيده سعيده السيد عضو مجلس اداره مركز التنميه المجتمعيه والتمكين. موجة صباح على راديو ماد.